عن بريدة ابن الحصيب أنه قال يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني هنا ليس نفي الرقية وحصره بهذين الأمرين ولكن نفي الكمال، يعني لا رقية أكمل وأفضل في استعمالها في هذا إلا في هذين الأمرين، وإلا الرقية تستعمل في هذين الأمرين وغيرهما. ما هما؟ العين، إذا أصيب الإنسان بالعين فعليه بالرقية، والحمى يعني القرصة